واحتفالا بالعيد الوطني 46 المجيد، أقام الوزير المفوض رياض بن محمد مكي القائم بأعمال سفارة السلطنة في ماليزيا حفل استقبال في فندق جي دبليو ماريوت بالعاصمة كوالالمبور. حضر الحفل ممثلا عن الحكومة الماليزية معالي داتو كسري الوزير في رئاسة مجلس الوزراء كضيف شرف، كما حضره عدد من المسؤولين الماليزيين وكبار الضباط ورؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى ماليزيا وممثلو الملحقيات العسكرية والثقافية. تخلل الحفل مشاركة عدد من الطلبة العمانيين بالفنون الشعبية التي جسدت التراث العماني إلى جانب عرض مجموعة من اللوحات الفنية التي تبرز التراث والبيئة العمانية وموروثها الشعبي والحضاري.